فرحانة. اجي اجي هنا 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 دختي. سلام بنات، اولا صباح الخير على البنات، ديري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبخير. تشوفوني خارجه دابا، راه 11 وقيله فقنا جمعت الدار، ودابا حنا غادي نقضيو شي غرض. هاك صورت، المهم انتم معايا، دوز معايا دنايه رعده، يلا من بعد نتلاقاو. هادي هي سكة البنات، هي اللي غادي نجي لها دابا، ندخلو لها دابا. هنايا الفوق كاين كاين الديكورات، كاين الاواني، كاين كلشي داكشي اللي كيخص البيت. هي سكة زوينة وكتكون رخيصة واحد شوية. شوفو هاد الخدا هادي، تما 5 أورو هانتي. شفت شكل شحال زويون، غزال هاد الشكل، هادا 10 أورو، هادا بحال اللي خديت من أكشن بجوج أورو 50. شو شحال دايرين اليوم هنا؟ 5 أورو، بس أكشن رخيصة. أنا شي شوية غادي نمشي لأكشن، شتيهم كيفاش كيجيو لسعيد، تقريبا بحال بنك ستايل ديالي هذا، يا بحالو. هادو هما الطوابل اللي حنحماق عليهم ونديرهم في الصالون صراحة. هادو هو ستي اللي باغا ندير دابا ان شاء الله. شوف هشام، معاك نور؟ هشام معاك نور؟ ايه خوتي، انا راه جاي، هو جاي يشوف الخامية، انا جاي نشوف ديكورات للصالون، شي حاجة جديدة شوفوها. شوفو هاد التصوينيات، غادي ناخد هاد. يس، البنات انا جيت دابا صراحة، واحد الصهد كاين ما نعاودش لكم، واحد الشوم 29 درجة، لما وصلت ل 32 وبنادم صايم عرفتي، وليت دابا ما نعاودش لكم. لك بغيت نشرب، مهم بغيت نوريكم هذيك السوانية اللي قلت لكم في يسك غادي ناخذها، راه خديتها هاي هيا. كتحط ديكور فوق الطاوله وتحطي فيها فيزان، تحطي فيها الشميعات، الديكورات باغاها ان شاء الله. هذه خديتها دابا، وانا كناخذ الديكورات دابا وكنخزنهم حتى ناخذ الطبله للصالون ان شاء الله. بنتي تكبر شويه وديك الساعه ناخذ الطويبله. هذيك اللي عندي اللي هذه ما هزها، ما بقيتش غادي نحيدها صافي، لا مود ديالها فات، قلت غادي نحيدها. هذيك هي اللي خديت من يسك، وخديت الريدويات تركبهم في بيت نور ان شاء الله، يركبهم راجلي ونوريهم لكم. دست الاكشن لقيتهم دايرين هاد الصنيديلات غزالين ب 5 أورو، 50 درهم مغربيه. خديت حيت الصنيدلات كنلبس 37، حيت ما مزابغيش نلبس 36، كنبغي شويه الصنداله تكون فايت رجلي واحد شويه باش ما يعمروش لي بطراب، ما يمشقوش ليا. وخديت الشيتات ديال السنان، بلاستيك ديال المجمد خديت جوجات. هذا البنات اللي كنت خدي فيه، تاخديت ليه الكراطه ديالو. بالنسبه اللي عندهم الوليدات كنصحكم اخواتاتي تاخذوا هاد الكراطه هذه، راك عارف الوليدات انا بعدا بنتي كنعطيها تاكل كتجلخ ليا الارض، وما يمكنش يبقى نجفف كل ساعه. هذا فيه البرودوي وكدوزي وكيمص ديك الخمله كامله اللي في الارض والماكله وكلشي، يعني كيجبد. حتى هو خديتو، خديت اوغالبيس هاد الساعه هو اللي موافقني دابا. صفايه خديت، صفايه خديت، الماسكات هذا ديال اللي كناخذ ديما، ومن فيتامين او خديت جوج، خديت جوج وصافي. هادو من الماسكات اللي خديت، جابوا انواع جديده. واحد الاخت كانت قالت لي ديال الاكسجين ما لقيتوش،
خديت غير كلاكيط الراجل اللي يلبسها في الدار، هي من اكشن، وواحد الكويسات اللي حمقوني الماء، انا صح خديتهم عين على قبل الماء نيت، انا هما ثلاثه جوج اورو وقيله الا وقنا قال هما ثلاثه خديتهم الماء، خديت سته، خديت ثلاثه في ثلاثه سته، هادو هما اللي خديت من اكشن صافي. ودزت اللي دل خديت شي حاجه خاصني وصافي، وخديت هادي ديال تواليت بابير، هادي طويله، هادي طويله حيت الاخرى صدات ليا من التحت، ماشي مشكل مرخص ناخذو ولا صداتنا ولا ناخذ وحده اخرى. البنات دابا خصني نوض باش نجمع الدار، باغا نجمع الدار. بالنسبه للفطور ما غندير حتى حاجه للفطور، باقي عندي دوك الفطائر من البارح، وغادي ندير غير شي حاجه اخرى سلاضه ولا شي حاجه ونحطو داكشي. المهم نوض دابا نخوي داك الطقة ديالي جبت. البنات ديك اللي خديت من بانكول شي فين درتها كتحط الميكات بحال هكا، غير حاولوا طولوا الميكات مزيان فهمتي، بحال هذوك كيجيبو مراش ديالنا فيهم خبز طوس، انا كنخليهم حتى ندير فيهم الزبل سكت عمر لي ميكو كنخرجو. انا كما تقبت لها حيت لها غير واحد اللصقات كانوا فيها وحطيتها تما، يعني ما تقبتش لها حيت راك عارفين بين بان باغا نصلح الكوزين. وجبت ساهي هذا، انا عجبتني هذه الرابط ديال هاد التوشي هادي غتلقاو في صندوق الوصف ديال الفيديو ديال البارح. المهم البنات هي درتها، اللهم واخا ما جاتنيش زوينه، ما جاتنيش زوينه كاع، المهم اللهم هكا ولا هذيك الصفوريه اللي ولات نوريكم كيفاش كانت، راه هي هادي راه واخا كنكون حكا كل نهار، وهذاك هاد اللصقه هادي ما شنو هنايا ولا ليا في اللون الاصفر، ولات كوزينه من هنا كلها كتبان ليا الظرف في الظرف القلب. المهم انا درت هذه واخا ما جاتش زوينه، ما انا قريبا نبدل الكوزينه ان شاء الله ونعدي بهذه بما جات هذيك. ايوا دوزو بخير. صافي دابا الغزاله اش كندير اللي ما ضالعه جري عليا نجري عليك. اش كندير دابا كنحيد حوايج ديال البرد تنحطهم غير لتحت، ما كنديرش لهم شي باليزه ولا شي حاجه البنات، حيت واحد البنت كانت قالت لي سناء ورينا كيفاش كت رحمك الله بنتي كطشطش لهي. صافي وانا قلت ليها راه ما كنجمعهمش ما كنديرشو زعما شي باليزه، فاش كنا عند ماما كانت بحالكم يوصل البرد كت تجمع لينا حوايج البرد في الباليزه، وكم يجي البرد تجبدهم لينا وتجمع ديال الصيف. انا لا، انا كندير هنا بيجامات ديال الصيف حوايج ديال الصيف، داكشي التريكوات ديال البرد ولتحت البيجامات ديال البرد، هادي الا كان البرد كنقلبهم، ودابا مع الحال ولا سخون انا دابا كندير بيجامات سخان هنا والتيشيرت ديال داكشي، وهادشي ديال البرد راه غادي نحطو هنايا فهمتوا. كلاش حنا ما عندناش هنا، حيت هنا في اي لحظه تقدر تصب الشتا، في اي لحظه يعني في شهر 8 تقدر تصب الشتا يجي تبروري جراد، لهذا ما كنخزنوهمش كنخليهم باينين. دابا انا كنبدل فيهم دابا. ها هو البوست لا خرجه، هذا هو البيت اللي كانوا قالوا لي البنات علاش دايره علاش ما كنصليش في بيتي، بيتي فيه تاور واخا بنتي.
اللي فيه تصاور تحت كي تصاور الديكورات هذا البيت وين فيش ديكورات فيه غير هذا ماريو. هذا ماريو راه ماريو ديال الحوايج ديالي حيت ما دخلش ليا في البيت، باغي نبني تما من بعد ماريو. شي وحده اللي بدات فين قالك علاش دايره هذا بيت نقي وما كيدخلش لي تحت صباطو. هذه البنات اللي خديت دابا غادي نخليكم التصويره ديالها هنايا، شوفوا كيفاش دايره بنتي ديما الضاجيش داويه بزاف. خديت رشاشه الدوش كبيره انا مزوينه انتما كتشوفوها في التصويره كيفاش دايره عجبتني. فيها جوج رشاشات، المهم ها هي الاولى. الو دير بحال التليفون، بقات هذوك التليفونات الفيكس ديال اللي كانوا هكا حنا دوزناه. البنات علاش ما هبطتش المغرب؟ بزاف ديال الناس قالك كون بقى فيك عمك كون هبطتي حضرتي لكنازتو. انا ماشي ما بغيتش نهبط، انا كون قالوا لي هكا بالليل، كون قالوا لي بالليل كنت غادا نهبط، كون قالوا لي الليله اللي مات فيك نهبط، ولكن هما قالوا لي حتى الصباح وغادي تدفن مع الظهر. اش من طياره هذه ديالي مخصصه ليا؟ بنادم خلي داوي ها الاخرى زوينه البنات ياك تركبهم. دابا الزوج ديالي عجبتني، هادو تما كيخرجوا الماء تقدري تحكمي بها كيف بغيتي، الدوره يخرج الماء من هنا ولا يخرج من هنايا. ها نتوما شفتوا في التصويره كيفاش دايره، حمقاتني هادي هشام. ها هي الرشاشات وصلوا. المهم هادو ما توصلت بهم كماله ديال البرودوي منتوجات لي ديال البارح، هذه الكماله ديال هي دي اللي بقات دومونديتها هي وصلت. هاد المقارونيه هادي والقرعه الحمراء والقرعه الخضراء وخيزو، شديت الخضره طحنتها حيت ما كتبغيش تاكلها ليا هاد الايام، شديتها الا كانوا وليداتكم ما كياكلوشكم خضره طروفه حاولوا طحنهم تيوليو بيغي ودريهم لا مع دوك المعجنات اللي تيبغيو. المهم ها هما دوز دابا نعشيها. الزوينات بالنسبه للاخت اللي كانت سولتني على الباط اللي خديت من ليدل، ليدل راك كنتو تعرفوها مزيان راه واحد بلاصه مختصه كل مره واش كيجيبو فيها، مره كيجيبو فيها هاد خصائر داكشي ديال الحلوه، مره كيجيبو داكشي خصائر بالبيتزا كل مره وشنو كيجيبو. وهذيك المره كانوا جايبين لي طارت ودابا راه ما كاينش داكشي، خديتها من يومبو ودابا راهم جايبين داكشي ديال المكسيكان، جايبين داكشي ديال المكسيك ماكله مكسيكيه لي صوص ديالهم وكلشي. اللي هذا انا خديته دابا من يوم بو ليدل ما كتجيبهاش بزاف صراحه، صدفت هذيك المره كنت صحاب كون خديت منها بزاف. التاريخ باقي حتى 2000 و قولوا 18 في الاخر. هذا خديت دابا هاد لي باس، انا دابا غادي ندوز باش نكملها في العماره وها نتوما معايا. هذيك الكلمه ديال ها نتوما معايا كل مره قايلاها لينا ما البنات الصراحه ما كاين اللي كيعطي المنظر لهاد الطارطات هادو قد الفريز، ويني ادو واحد الهيبه تبارك الله كنور ديك الطارط. هادي دابا فيها الخوخ مشماش والبنان، خوخ ومشماش والبنان وداك البريون ديال من الفوق حتى هو كيعطي منظر، ولكن ما كاين ما احسن من فاش كتحطها في كرشك وكتحسي بها بنينه ما كيبقى يبان ديك الساعه لا فريز لا يديك لا يخليك. المهم البنات هاد المطاطات ديالي وهاديك الخبيزات تا هما غادي نحطهم.
ما بقى والو يأذن. الشهر 8 ونص دابا بقى سويعه ويأذن. هاي انتم البنات ركب الريدو، بغيت نوريكم انا دابا سد الخاميه والبيت مظلم واخا كيبان واحد شويه ما واضحش في هنايا الشك كيفاش البيت كيبان مظلم. هانتوما الخاميه نحلها عشان. هذا هو اللون ديالو مكمش. لا دابا يتصلح دابا يتصلح قديم. ما لقيناش العبار قد الشرجم، كيف كتشوفوا الشرجم كبير ما لقيناش العبار. خدينا هذا شحال شحال هذا في العبار؟ هذا 150 وهذا 80. هذا 150 وهذا 80 وما لقيناش العبار. دابا راجلي خدا يمكن 180 وقطع منا. شي كيبان لكم بحال شويه وج من هنايا، من برا اللون ديالو ابيض. هاد البيوضيه هادي هي اللي ما كتخليش الضوء يدخل وصافي. نتهنا واحد شويه شوفوا هادشي 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 من برا، باقي ما غسلتش الشراجم من برا. شوف واخا كنغسل الشراجم من الداخل، هاد ديال الطيور كيجيني كي داكشي علاش خديت هذيك الطويله. المهم دابا ندوز باش نطلع بنتي تنعس وعاد نهبط ونجلس فيه بما وجد الفطور. الغزالات كمشط لبنتي شعرها باش غادي نخرجوا، راه كتشوفوا فيا رانا مكايس عليها حيت هي من النوع اللي ما كتبغيش تمشط شعرها. هاد مشطو بالبكا دابا كنحاول نحلها الباندا بلا ما نوعتها يا على سبه. المهم غنمشط لها شعرها وغادي نخرجوا ان شاء الله. كدير لينا البنات لاباس عليكم بخير، نتمنى تكونوا على مزيان. اليوم الحد دوزتو معايا دابا السبت والحد ومالها انا بنتي فما كنهوي هنا كتصحابني كندوي يمكن مع ماما وكتولي باغا تبكي باش نهزها حيت من نهضر في السكايب فيما نهضر تتبغي تبغيني نهزها. المهم اليوم الحد كيف قلت لكم دوزتو معايا يومين. تعمدت ما نوريكمش الاكل هاد المره، نوعوا شويه تخرجوا نوريكم باش لو خديت دوزوا معايا نهير وصافي. اليوم الحد دابا الصباح باغا نمشي اليوم البريمارك ناخذ شي تيشيرت. المهم انتم غتدوزوا معايا حتى الحد ان شاء الله، ما عرفتش ماش غنسد معاكم فلوق ديال الحد. المهم وقت اللي لقيت ما كاين ما نوريكم غادي نشدو معاكم. بنتي عرفتي كتشوف وجهها في المرايه ديال الكرسي تحت. المهم انا الصباح دوشت صيب شعري ودابا غادي نخرجوا ان شاء الله. واحد الصهد كاين ما نعاود لكمش، سخون بزاف بزاف بزاف. المهم البنات انا يلا دخلت دابا للدار، بغيت نشارك معكم شنو خديت من بريمارك. مشيت عيد بريمارك ومشيت ليدل تقديت داكشي اللي خاصني في الدار وجيت. المهم انتما البنات اول حاجه خديت تيشورتات باردين للدار حيت عندي بيجامات نصكم وقليل اللي عندي هكا، وقلت ناخذ تيشورتات البنات جيبي تيشورتات زوينين في بريمارك. دروك واش يبان لكم الاضاءه مزيانه
التيشيرتات جيبينهم زوينين هاد المره ورخاصين، جوج اورو خمسة اورو. انا خديت هذا، خمسة بجوج اورو. خديت واحد تيشيرت اخر، هذا نخرج به، هذا نخرج به فيه الشبكه من هنايا ومن اللور، والكلور كيحمق جاني زوينه. الكلور زوين بزاف و بخمسة اورو. كلبس ديما المات 36. شنو خديت؟ خديت بودي تيشيرت لديك سالوبيت الكري اللي خديت مؤخرا من شيئين. ها هو التيشيرت اللي خديت ليه، رخيص بزاف، ما عرفتش شحال داير الثمن ديالو. 3 اورو، 3 اورو داير عادي سامبل، حيت هي كتبغي تيشيرتات. من بعد غادي نزيد واحد في الغوز، يجي مع الغوز، يجي مع الكري الاسود، هادو كاملين يجوا معها، والابيض. البنات اللي قالوا لي لبسيها لينا باش نشوفوها كيفاش جاتك، عجباتهم بزاف. غادي نلبسها لكم ضروري، غنلبسها هتشوفوني. خديت لبنتي هاد الصنيديله، شوفي شحال زوينه من هنايا. هادي 10 اورو، انتي كتلبس نمره 24 حاليا، الثمن ديالها 10 اورو. خديت غير هاد الاجوندا لبنتي، خديت عليها، بغيت ندير لها مذكره ديالها، نكتب لها شي حاجه ديالها. هذه تدير 3 اورو 50. خديت لها واحد الكسيوه، شوف اللون ديالها شحال زوين. غوز، هذه غوز مجهد، حيت تتبان غير هاد لاكولور ولكن لا ماشي بحالو. هذه غوز مجهد بالباندا ديالها، شوفوا الباندا ديالها كاين كبيره، الباندا كبيرة بزاف، الباندا ما نخليو لها. هذه كدير 4 اورو البنات. خديت لها من 18 شهر حتى 24، يعني من عام ونص والفوق. خديت لها هاد الكسيوه حتى هي، شورت صالوبيط زوين شفنا. هذه الثمن ديالها 5 اورو. وخديت ليها واحد التويشيه ديال الدار ماشي ديال الزنقه، هادي بسروالها طالعه، هادي 6 اورو زوينه، عجبتني. شفت الشيء اللي فيها هنايا، صيفيه تلبسها هكا في الدار، ما بغيتش تخرج بهذا الشكل في الزنقه، هي ديال الدار. صافي هذا الشيء هو اللي خديت، ثلاثه تلبسات لبنتي و ثلاثه ليا، صنداله لبنتي والاجوندا هذا اللي خديت من بريمارك. البنات دابا غادي نوض، غادي ندير شويه البغرير، البنات بزاف طلبوني عليه، وغادي نوض نديرو. دابا ندير غير واحد القياس ديال جوج الناس، واخا راجلهم كياكلوش غادي نديرو غير ليا انايا. واخا انا قلت في هذا الفيديو ما نديرش فيه كاع الطبخ، نحاول نبدل شويه، مابقاوش حنا مخشين في ديك الكوزينه وكنوريكم غير الماكله الماكله الماكله، نوريو شي حاجه اخرى. وبهذا المناسبه بغيت نسولكم البنات، وكتبوا لي في التعليق لتحت كل وحده تقول لي فين وصلت في القران. غادي نجيب لكم واحد الطريقه غزاله هي اللي متعمده بها، وهي اللي كتخليني نختم القران قبل من رمضان، وهي الا كنتي غتشدي ثلاثه المرات قراي ربعة الصورات في كل مره، ربعة الصفحات صغي، ربعة صفحات في كل مرة. يعني إلا شديتي صباح قراي ربعة، شديتيه من وراء الصلاة ديال الظهر قراي ربعة، ولا شديتيه من وراء العصر قراي ربعة. قد ما ضعفتيهم قد ما مزيانة. واللي غادي تشدو مثلا مرة في النهار تحاول تقرا 16 صورة. أنايا كان نشدو مع وراء الظهر، من وراء الظهر، وكنشدو قبل ما الناس، يعني جوج المرات هذوما اللي عندي وقيته فيها كنقدر نبرك ونقرا القران. راك عارفين مع البنيه ما كتخلينيش نقراه، كنقراه من وراء الظهر مي كتكون ناسه، وكنقراه ثاني من وراء الفطور فاش كنصلي العشاء، كنبرك كنقرا الصورات. كل وحده تقول لي
اين الصوره وصلوا ليها وصلتوا ليها البنات، وبدوريتها انا غادي نقول لكم في فيديو جاي اش من صوره وصلت ليها. صافي البنات قولوها لي وقولوا لي كيفاش جاتكم هذه الطريقه ديال ختم القران، واش عجبتكم، وكل وحده تقول لي كيفاش كدير طريقتها باش كتختم القران في لي كومونتير لتحت. وبالنسبه للقران انا مثلا بزاف البنات كانوا كيسحبوني كنصلي بديك البيجامات ديالي اللي فيهم هكا الحيوانات حشاكم اللي فيها الحيوانات عزكم الله، كلشي كيسحبني كنت كنصلي بدوك البيجامات اللي فيهم الرسوم. انا لا البنات راه اللي تفرجتوا في الفيديو اللي قبل عندي لبسه خاصه بالصلاه بزاف ديالها، كانت ماما خيطتها ليا وهي اللي كنلبس كنصلي بها، ولا بغيت نقرا غير القران كنلبسه وكنجلس وكنقرا. هذا ما كان. دابا غادي نوض ندير ليا واحد شويه البغرير نوجدو، بزاف البنات كانوا طلبوني على البغرير وانا دابا غنوجدو لكم. المهم البنات دابا غادي نبدا معكم نوريكم طريقتي كيفاش كنحضر انا البغرير. غادي ندير القياس ديال جوج الناس، نتوما ديروا بالنسبه للسميده كتديروا على حساب شحال نتوما في الدار، فهمتوا البنات. عندي هنايا انا جبانه ديال السميده ما عرفتش صراحه بالغرام، غير هزيت على حساب القياس ديالي وصافي باش ميشاتش. ما كاينش اللي غادي ياكلو، كنبغي ندير واحد الكميه اللي غادي ناكل فيها انا يومين. خميره ديال الخبز، خميره الفوريه، وكنحتاجو سكر فاني، خماره ديال الحلوى ما غنديرش طبيعه الحال كامله، غادي ندير النص ديالها، الماء على حسب الخليط والملحه. دابا غادي نبدا على بركه الله. المهم اول حاجه غادي نبدا بها غادي ناخذ السميده ديالي، غنجمع كاع المكونات. السميده اللي كنستعمل هي هذه، كناخذها من ليدل ديال المانيا. غادي نزيد عليها فاني وخمارة كيف قلت لكم ما نديرهاش كامله حيت انا عندي هنا فيها 16 غرام. صافي غندير المكونات كامله، الملحه ما تكثروش الملحه بزاف، لا تخصوا لا نتوما غادي ترافقوه مع العسل مع الكونفيتور، يعني ما كيلاش الملحه بزاف، تملحوا وتقفروها. غنخلط كل شيء بهاد الطراب اليدوي، عاد من بعد غادي نبقى نضيف الماء الى خص، ومن بعد غادي نديرها في الخلاط ونخلطها مزيان حتى ما يبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال السميد. اول بنات من بعد ما خلطتو مزيان حتى ما بقاوش في دوك الحبيبات ديال السميده نغطيه ونخليه واحد 5 ديال الدقائق، غير 5 ديال الدقائق ونحطه في المقله يطيب، نحطه في شي بلاصه سخونه شويه نخليه يخمر واحد شويه. خديت المقله ديال الطيفار، دابا غادي ندير فيها واحد المغرفه عامره ديال الخليط ديالي وغادي نخليه حتى يطيب على مهلو. راكم كاملين كتعرفوا الطياب ديال البغرير، ما نجيش انا نوريكم، تبارك الله راه مغربيه معروفين وكعرفوا البغرير مزيان مزيان. ورشتو 5 دقائق ديال خمر ليا في 5 دقائق، وانتم كتشوفوا جاي متقب ولا مزويناتو. ماما البنات كانت كتفرش بحال هكا شي التوب وكتحط فيه البغرير بحال ما هكا، وما كتغطيش عليه كتخليها بحال هكا، وما كتحطش وحده فوق وحده باش ما يلصقش، كتخليها هكا محلول. ودابا نمشيو نكملوا العجينه ديالنا. المهم البنات انا غادي نكمل كاع العجينه اللي عندي، كاع الخليط اللي عندي، ومهم اجي نوريكم بعد الاولى كيفاش كتجي. انا كيعجبني رقيق ما كيعجبنيش غليظ بزاف، اجي نوريكم هذيك الاولى كيفاش دايره في السمك ديالها. اول حاجه البنات وهو انا كيعجبني البغرير صغيور، يكون صغيور تيعجبني صغير، كيعجبنيش هذاك الكبير، وكيعجبني هكا رقيق، هذا الرقيق هو اللي تيعجبني. البنات كملت البغرير، شتي كيفاش كيجي هشيش البنات وما قاصحش رطيطب كيف كتشوفوا معايا ومتقب. انا تعجبني كيف قلت لكم هاد الصغير، اللي كتبغي الكبير كيبقى داك اختيار ديالها على حسب المقله اللي بغات يجي فيها البغرير ديالها. هو كيكون هذا هو البغرير ديالي. كنتمنى طريقتي تكون عجباتكم، قولوا لي في التعليق قولوا لي كيفاش جاكم.
بالنسبه للبغرير كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيوجدوا كيفاش كيحضروا. يا مرحميني. المهم البنات غادي نسد معكم فلوق هنايا صافي، ما كاين زعما شي حاجه غادي نوريها لكم مازال. كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا ويكند وعجبكم لا فيديو وتكونوا عجبكم المشتريات اللي خديت. يلا بسلام عليكم حتى فيديو جاي ان شاء الله. باي باي. سمعوا سمعوا جاي من هن فكتي جاي من ليه.